طيب تعالوا نروح مرة تانية لزميلنا كريم أحمد في قطر ولقاء مع علي معلول. ألف مبروك الحقيقة، مجهود كبير، كنا قلقانين يا كابتن علي من البداية خالص وحابين نطمن عليك ونعرف الأخبار مع منتخبنا منتخب تونس طبعا، لكن جهد كبير الحقيقة وخبرتك أكبر، مبروك للعيبة ومبروك ليك ومبروك لكل جمهور النادي الأهلي. الحمد لله الحمد لله، ألف مبروك إن شاء الله لكل لاعبين النادي الأهلي على روحهم وعلى إصرارهم نتاعهم طول 90 دقيقة والتركيز. الحمد لله انتصار ما كانش سهل، كان صعيب، وكنا نعرف انه تنتظر فينا مقابله صعبه مع منافس محترم ومحترم جدا، لكن خبرات النادي الاهلي والعزيمه وتشجيع الجماهير طول 90 دقيقه خلانا نرجع في المقابله في اخر دقيقه. الحمد لله، الف مبروك ان شاء الله للجهاز الفني والاداري وكل جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. الحياه كانت كبيره جدا الحقيقه منك علي ومن كل اللعيبه طبعا، لاعبين المنتخب الوطني وبدر بنون، لان ما كانش في وقت، الجهد كان كبير جدا، ما تقدرش تعمل ريكفري وترجع تاني، لكن كانت محتاجه تضحيات، وفعلا التضحيات بانت في الملعب علي. الحمد لله، هي الاحتراف يخليك تخدم وتدي حق المنتخب، هذا اولويه، وكل الناس لازم تدافع على الوان المنتخب وعلى فريقك اللي عنده أولوية زادة هو. الحمد لله لاعبي المنتخب ما بالرغم المقابلات الكبيرة اللي شاركوا فيها والريتم الموجود، لكن شفنا ما شاء الله حمدي فتحي اليوم ولا أكرم توفيق الشناوي بدر، اللاعبين كل قدموا مقابلة ممتازة، نشكرهم على المجهودات الكبيرة متاعهم، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. أخيرا علي، كلمة لجمهورنا العظيم الحقيقة اللي كان سر الفوز النهاردة مع التحضيرات المميزة بالنسبة لكم، تحب تقول لكل جمهور النادي الأهلي اللي كان سبب الفوز النهاردة معك؟ لا، جمهور النادي الأهلي معروف وأنه هو المساند الرسمي للنادي، هو اللي في ظهر اللاعبين على طول حتى في وقت الشدة. نشكر برشا للناس اللي موجودة اليوم هنا في قطر، والناس اللي موجودة في كل مكان يشجع النادي الأهلي، ألف ألف مبروك، وإن شاء الله المجموعة هذه قادرة أن تفرح الجماهير بكل الألقاب بإذن الله. الله يبارك فيك.